في المغرب يا تكون مسخوط المخزن ولا مرضي المخزن. كيفاش تهاني الوزاني عاش مظلوم متمرد وساخط على الاوضاع والعقليات وتظلم على جوج ديال المرات ولا اكثر، رغم انه في شبابه كان شاب يعني متاثر بالطرق الصوفيه والزوايا. المره الاولى اللي تظلم فيها حيث ما صابش اللي يجمع المقالات ديالو السياسيه اللي كتبها ما بين سنه 1940 و1950، وكانت معارضه للنظام وكان محلل سياسي واعر، نقدروا نقولوا كان اول محلل سياسي في المغرب، ومشات التحليلات ديالو مع الريح وتهمش مع اختفاء تلك الصحف اللي كان كيصدرها بحال جريده الريف ولا اللي ساهم فيها بحال جريده الحريه، حيث كان كيكتب مقالات في الفكر الاسلامي واخرى في التحليل ديال الوضع السياسي لمغرب الحمايه ومغرب الاستقلال. اما كيفاش تظلم للمره الثانيه فهو وقوع الخلط بين الاسم ديالو وبين اسم محمد بن الحسن الوزاني مؤسس حزب الشورى والاستقلال، وكاين اللي ما كيميش بينه وبين محمد بن حسن الوزاني وهو سميتو التهامي الوزاني. السؤال الكبير علاش هذا الروائي وهذا الكاتب وهذا المحلل كان مسخوط ديال المخزن؟ الجواب، هذا المحلل وهذا الكاتب التهامي الوزاني رغم الطابع المحافظ ديالو للمغاربه بدايه الاربعينات والخمسينات كان كيدي معاه مراته للسينما، رغم ان الكثيرين كانوا كيشوفوا في هذا المشهد قله العرض ومراته ما عندهاش علاش تحشم، وحتى هو كانوا كيقولوا عليه راه ما كيحشمش. هذا المحلل السياسي هو اللي الف اول روايه سميتها الزاويه عام 1942، كان اول روائي في تاريخ المغرب وكان مغضوب عليه بسبب التحليلات السياسيه ديالو والاهتمام بالثوره الريفيه وبوثائق المقاومه، وكان كينبش في تاريخ المغرب المعاصر، ومن طبيعه الحال المخزن كيكره النباشه في التاريخ. تولد التهامي الوزاني سنه 1903 في اسره متواضعه الحال وفقيره، وعاش مهمش بزاف على عكس كل رجالات الفكر والسياسه والادب في تلك الفتره. كان مصير ابناء الفقراء والطبقات المهمشه يبقاو بعاد على مجال التحصيل العلمي كما دابا وكثر. التهامي الوزاني كان ذكي ومعنده وعنده مواقف واعره. الف التهامي الوزاني كتاب ديالو ولا الروايه ديالتو الزاويه اللي اعتبرها بزاف ديال النقاد المغاربه اول روايه مغربيه كتصدر باللغه العربيه، والفها سنه 1942. حكى فيها على جزء كبير من المذكرات الخاصه ديالو وكيفاش كيعيش الفقر والحرمان والتضييق والرقابه. في الكتاب ديالو كان متعاطف ومتاثر بزاف بعبد الكريم الخطابي والثوره الريفيه المغدوره ومنطقه تطوان، حيث اطلق اسم الريف على اول صحيفه دارها واشرف على اصدارها من شده حبه للثوره الريفيه. وهنا كيبان ان الرجل كان كيعشق الريف بشكل كبير، ورغم انه توفي سنه 1972 الا ان التهامي الوزاني تم تهميشه بالزز وبعدوه بالسيف على المشهد السياسي والفكري في المغرب قبل هذا الوقت، حيث ان الارشيف ديالو لم يرتب بصوره تليق باسهاماته التاريخيه المبكره، وكان هو من اول الشباب المغاربه اللي كتبوا في الصحافه ومحلل يعترف الجميع بقوه التحليلات ديالو ورؤيته السياسيه. كان التهامي الوزاني اول من اصدر الموسوعات العلميه في تاريخ المغرب، وفي عمر 37 عام سنه 1940 الف تاريخ المغرب في ثلاثه ديال الاجزاء، واعتبرت المؤلفات ديالو من اهم الدراسات التوثيقيه لتاريخ المغرب، كما ان الارشيف ديالو الخاص كان عامر بزاف وثق بصوره نادره لانطلاق المقاومه المغربيه المسلحه في الشمال، وهذا هو السبب الحقيقي علاش كان المخزن غاضب عليه. علاش؟ حيت كان كيوثق دائما لكل رجالات المقاومه المغربيه وكيهتم بالتاريخ المهمش والمنسي، وبقاو الباحثين بزاف ولقاو الباحثين بزاف ديال الكتابات ديالو في الدار ديالو لم تنشر بسبب الحاجه والمنع والرقابه، ورغم انها لم تنشر الا بعد وفاته بعشر سنوات، نشرت سنه 1980 بعد ان ساهم كتابتها وتوفي سنه 1972 بفضل الباحث والمؤرخ المغربي محمد بن عزوز، وتم تحقيقها وتدقيقها ونشرها الا انها اعتبرت من بين اول الاسهامات العلميه في التوثيق لمرحله مهمه من تاريخ شمال تاريخ المغرب، كما تم تهميشه التاريخ الشخصي ديالو ولم يهتم به حتى واحد الا من خلال السيره الذاتيه ديالو في روايه الزاويه، بينما عاكف على تسجيل روايه سيره عدد من الشخصيات، حيث الف كتاب 50 سنه صحبه آل بن نونة ومذكرات عن مؤسس الحركه الوطنيه ذكريات عن الصديق محمد المصطفى اف هلال، حيث اعتبرت تلك السلسله احد المشاريع الكبيره للرحيل والغير المكتمله، وكان هو يخطط باش يجعلها سلسله تتناول حياه مؤسس الحركه الوطنيه الفعليين والمنسيين، الا ان الموت حال بينه وبين المشروع. نظمت واحد الندوه على حياته في تطوان بعد ان قرر
الناس اللي عرفوه على إخراجه من دائرة النسيان في أبريل 1987، حيث وصفه إبراهيم الخطيب أحد المتدخلين في الندوة أنه كان تهامي الوزاني، شخصية منفتحة بزاف، عنده نصيب كبير من التمرد، الأمر اللي يفسر ميله إلى التصوف وقطيعته على المستوى الرؤية والسلوك مع الجيل المحافظ اللي سبقه. فهذا الصدد يمكن أن نذكر أنه كان على صلة وثيقة بعض الرهبان ديال البعثة الكاثوليكية في تطوان، كيحاورهم ويناقشهم في مسائل ديال الدين والغيب، وكان الناس كينظروا ليه نظرة مريبة علاش كيتكلم مع النصارى، وكانت عزيزة عليه بزاف السينما، وكان دائم التردد في قاعات السينما رفقة الزوجة ديالو، وكان الارتياد دائما على هذه القاعات مع اصطحاب الزوجة ديالته، وكانت نظرة مريبة ليه ولمراته أنه كيتشبه بالإسبان، وهذا الشيء يثير الفضيحة والعار في نظرهم. شوف العقليات كيفاش كانت وكيفاش باقية وكيفاش غادي تولي. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.